وعليكم الزول في اللون. تعرفوني ديما الطلب الوحيد هو تعليق شعارنا الخالد الله الوطن الملك. اليوم غادي نهضر على واحد المواضيع ان كود كور صراحه، شي حاجه اللي اغريابل مو سوربري، يعني مرتاح عجبتني عجبوني. هو واحد المسرحيه حضرت لها فوسط الاسبوع ديال فوسط هذا الاسبوع، هي الفشطه ديال اللي كانوا فيها الممثلين هادو مريم الزعيمي، سعديه الاديب، كمال الكاديمي اللي معروف بحديدان، وفريد الركراكي ان شارمون بيرسون، يعني واحد الانسان الله يعمرها دار. هاد المسرحيه وراتني فين وصل النيفو ديال الممثل المغربي صراحه. انا زعما خرجت فرحان من المسرحيه، ما كنتش اول غادي نشوف هذاك الالقاء اللي كاين، هذيك الطريقه، هذاك المجهود اللي كان، لان كان واحد المسرحيه ما خاص انا تنشجع الناس كلهم يمشيو يشوفوها، لانها مسرحيه تتهضر على واحد القيد بون واحد الباشا وبزاف بزاف بزاف ديال سين كوميدي ميوزيكال، فيها بزاف ديال العيوط الشعبي المغربي، العيطه، خربوشه، حاشي فغريني، شي حاجه اللي انت تدخل تخرج ناشط فرحان صراحه. ولكن ان لا بيرفورمانس اللي عجبتني ولا بيرفورمانس ديال الممثلين، يعني داروا واحد المجهود في الغناء لانهم ممثلين ماشي مغنيين، ولكن داروا واحد المجهود واحد لا كوريغرافي اكستراوردينير عجبتني. دونك كنت لازم بغيت نهضر على هذه المسرحيه ونشجع الناس يمشيو يشوفوها فين ما كانت. ومن هنا تنقول برافو الممثلين المغاربه، هاد لا جينيراسيون اللي طالعه اللي تدير مجهود في كل مجالات الرقص، الغناء والمسرح، وبيان سور المسلسلات والافلام. ولكن انا اللي عجبني بزاف هو كيفاش قدروا يدخلوا الموسيقى او الشعبي او العيطه المغربيه الاصيليه كلها من كل نواحي ديال المملكه ودخلوها في هذه المسرحيه وداروها لها قصه. وانا تنشكرهم لان جي باسي ان مومون ميرفيو صراحه. والموضوع الثاني هو بغيت نهضر على المسلسل اللي نوض الضجه في وسائل التواصل الاجتماعي، هو فيلم بين القصور، مسلسل للمخرج هشام جباري وسيناريست بشرى مالك. انا ما شفتش المسلسل صراحه، مي شفت بعض اللقطات ديالو لان ما تبعتوش مازال ما عنديش الوقت، من بعد غادي نشوف نحاول نتفرج فيه كامل. ولكن تنتكلم على الظاهره ديال واحد الممثل سميتو انس بسبوسي. البسبوسي هو اللي دار 14. شفت بزاف ديال التعاليق اللي ما عجبونيش، بحال ما عجبهمش هذاك البيرسوناج. ولكن المغاربه تنبغي نفكرهم محمد رمضان تيعجبكم في المسلسلات كاملين، ولكن هذا مغربي قلبتوا ليه على الكريتيك، هذا هو اللي ما تيعجبنيش انا. او كونترير انا جو فوا كو دابخي سكو جي سو كو هاد السي انس بسبوسي، هاد الشاب راه رابور يعني في الموسيقى، وفي نفس الوقت عطى واحد لو رول اللي دابخي سكو جي في اللي اختقنوه مزيان. علاش ما نقولوش حنايا ونشجعوه ويرجع حتى هو محمد رمضان المغربي ويكون عنده نفس الضجه الاعلاميه العربيه اللي عند هاد محمد رمضان، باش غيكون احسن منه، باش غيكون احسن من سي انس بسبوسي اللي عنده مواصفات يمكن احسن من شويه من محمد رمضان. حنا محمد رمضان تيعجبني، شفناه في 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 في, في بزاف المسلسلات ديالو، ما تنظنش ان انس بسبوسي ما يقدرش يدير اللي داروا هذاك السيد. خاصنا غير منتجين اللي تيقوا في هذا الشاب وتيقوا في هذه الافكار، لان هذا هي لا فيكسيون اللي كاينه دابا في 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 العالم ديالنا العربي ولا هذا، راه هما هادشي اللي كاين، هما الاحياء الشعبيه وما يقع في الاحياء الشعبيه. وخاصنا المنتجين يتيقوا في هذه المواضيع ويشجعوا هاد الشباب اللي يقدروا يرجعوا دي فيديت دو سينما، ويقدروا يكون عندهم انتاجيه معاهم، يقدروا يربحوا من وراهم. لان محمد رمضان من تيدير شي فيلم راه تيدخل الاموال للمنتج ولا للدوله ديالو. وحنايا تنتمنى ان انس بسبوسي حتى هو يكون عنده نفس الفرصه اللي عطاوه لهاد
اللي تيعطيو اللي عطاوه لمحمد رمضان النهار الاول، اللي كانوا في الاول تيقولوا هير هير سان فينومين، غير فينومين، لان منين دار الفيلم الاول يمكن الالماني، ولا دار الالماني على ما اظن الفيلم الاول ديالو، وصدق وكل شيء كان تيقول لا لا هذا غير فينومين غادي يدير فيلم ويدوز. وهاد ومن بعد راك شفتو راه نجم عالمي، نجم عالمي عربي. ولكن انا تنظن شخصيا كو انس مسبوسي حتى هو يقدر يكون نجم عالمي عربي. وديما عاش الملك، الله الوطن الملك، وسيرنا جايه.